وما زال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية يشن هجوما على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، وذلك على تويتر، إذ كتب على حسابه في تويتر محملا كلينتون مسؤولية داعش، فقال إن هيلاري حينما كانت وزيرة للخارجية كانت سببا في انفلات داعش في سوريا والعراق. وفي تغريدة أخرى استشهد ترامب باستفتاء لقناة فوكس بأنه سيكون الأفضل في محاربة الإرهاب، مرفقا ذلك بشعار حملته الانتخابية لنجعل أمريكا عظيمة من جديد. وعلى الحساب الخاص بالديوان الملكي الهاشمي إشارة إلى حضور الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا حفل تخريج ولي العهد الأردني سمو الأمير الحسين من جامعة جورج تاون في واشنطن. وعلى حسابها الشخصي على تويتر اعتبرت الملكة رانيا يوم تخريج ابنها الأكبر يوما مميزا، مضيفة: الأمير حسين لقد جلبت لنا الكثير من الفخر في حفل تخريج الجامعة. وأرفقت تغريدتها بصور. يذكر أن الأمير حسين أنهى دراسته في تخصص التاريخ الدولي. وعلى حسابه الشخصي في تويتر أعلن قائد المنتخب السابق ولاعب نادي الهلال سامي الجابر أعلن عن اتفاق مبدئي مع نادي الشباب السعودي لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لثلاث مواسم، قائلا: أشكر لهم ثقتهم وأتطلع إن شاء الله لتحقيق توقعاتهم. وفي السعودية أيضا نشط هاشتاغ مدرسات يلعبن البلوت داخل المدرسة، تداول فيه ناشطون قصة عدد من المعلمات تم فصلهن من قبل مدرسة أهلية في الباحة بسبب لعبهن داخل المدرسة أثناء الدوام الرسمي. ووفقا لصحيفة الوطن تفاجأت 17 معلمة بفصلهن من مالك المدرسة وإنهاء عقودهن قبل المدة المحددة لإنهاء العقود. المعلمات اعتبرن أسباب فصلهن غير مقنعة. ووفقا المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بالباحة فلم يصدر قرار فصل المعلمات، وما حدث هو إشعار عدد من المعلمات بإنهاء عقودهن مع نهاية العام الدراسي. داشك جوبانو فتاة روسية حظيت بشهرة واسعة على إنستغرام، إذ يتابعها أكثر من 116 ألف متابع، وسبب نشرها صورا وفيديوهات تظهر شعرها الطويل والذي امتنعت عن قصه منذ 13 عام. لازم أجيب اسمها صح، جوبانوفا، تهدف إلى أن يصل طول شعرها حتى أخمص قدميها.